خلاص إذن مساء الخير لكل متتبعي ومتتبعات قناة شوف تيفي من خلال هذا المباشر. اليوم غادي نفتحوا قضية ديال العمال والعاملات ديال الملاهي الليلية والمطاعم بطبيعة الحال، وتندوى على المطاعم والملاهي الليلية المصنفة بمدينة مراكش اللي يعني تشتغل مع القطاع السياحة. هاد الناس اللي لقاو نفوسهم بعد ما استفدوا من الدعم ديال الحجر الصحي وحالة الطوارئ، يعني 3 شهور الأولى استفدوا من الدعم ديال الصندوق، ومن بعدها يعني لقوا نفوسهم انهم ما بقوش مستفدين، ولقوا انهم نفوسهم معرضين للتشرد، لقوا انه مشاكل عائليه بدات تكثر بشكل كبير. نخليهم انهم على لسانهم هما يحكيوا الظروف ديالهم والاحوال ديالهم الاجتماعيه. معايا واحد من العاملين اللي هذه بطبيعه الحال هذه قربنا من الصوره ديال هاد الناس العاملين والعاملات في الملاهي الليليه والمطاعم المصنفه بطبيعه الحال اللي تيشتغلوا في السياحه. خويا مرحبا بك معنا، خليك يعني بينك تقربنا اجمالا كيفاش بدات المشاكل عندكم؟ اولا كنشكركم على الاستضافه. حنا كاعضاء ديال التنسيقيه المحليه لعاملات وعمال المطاعم والنوادي الليليه، بعد ما تفاقمت عندنا المشاكل وبعد ما هاد الناس قصونا، الحكومه قصتنا من الدعم اللي خص صرح به جلاله الملك في الخطاب الملكي اللي غادي يفتتح في يوليوز وغادي يسالي في اخر دو جانفير ان شاء الله. حنا استفدنا في المرحله الاولى، هادشي ما كنكروش، مي في المرحله الثانيه هاد الناس ناضوا وجزؤوا القطاع السياحي واستثناوا المطاعم والنوادي الليليه، دخلونا في قطاع الملاهي. حنا راه ماشي ملاهي، هاد الناس راه قطاع مصنف والناس مديكلاريا، كاينين الناس اللي تيتولير وكاينين الناس اللي بشركات الوساطه، راه ماشي حنا تنجيو تنقولوا تنطلبوا الدعم ديال قطاع غير مهيكل، اولا حنا خدامين في ملاهي ليليه غير مهيكله، لا، هاد الناس راه خدامين في نوادي ليليه مصنفه، راه الوزاره اللي عطيه الترخيص لهاد الشيء والحكومه اللي عطيه الترخيص وعارفهم واش مصنفه، مطاعم مصنفه كتخدم مع السياحه 100%. هاد الناس راه ماشي جاو داروا لهم الاغلاق، لا، هاد الناس راه بقاو مساجين من نهار تدار الحجر الصحي لغايه اليوم، ما كايناش السياحه مع من يخدموا. راه مراكش مدينه سياحيه. حنا كنطالبوا هاد الناس يعطيونا جواب، علاش استثناونا من الدعم؟ علاش قصونا من القطاع السياحي؟ واش حنا ما تنخدموش مع السياحه؟ واش هاد الناس ما مصنفينش عالميا ماشي وطنيا؟ هاد المحلات فين تنخدموا حنا واش ما مصنفينش عالميا؟ هاد الناس راه وصلونا للحضيض، راه وصلنا للتشرد. راه ولادنا ولاو بعاد عنا، راه ولادنا بعاد عنا بمسافه ديال 400 كيلومتر و500، ما لقيناش ما نصيروا عليهم، صيفطناهم عند والديهم وعند جدودهم باش يصيروا عليهم، راه حوايجنا في الزنقه ما لقيناش باش نخلصوا الكرا. علاش هاد الحكومه غتقصينا؟ واش ما كنخدموش مع السياحه؟ راه مراكش معروفه كتخدم مع السياحه، راه مدينه اللي هزه 93% من الدخل الوطني للسياحه، وهزه 97% ديال الشغيله ديال القطاع السياحي، علاش اليوم غادي يجيو وغادي يستثنيوها؟ راه مراكش عالميه، راه فور ديزني كاينه مراكش، ومراكش اللي هي الاساس، اللي هي المدينه الحمراء بالمغرب العالميه، اليوم كتولي مراكش المقصيه، علاش؟ بغينا هاد الناس يعطيونا استجابه، حنا راه طرقنا جميع الابواب، راسلنا الحكومه، راسلنا الوزارات، راسلنا جنات اليقظه، راسلنا وزير الشغل، راسلنا سعاده الوالي، الباشوات، القياد، ما لقينا حتى استجابه. واش حنا ماشي ولاد هاد الوطن؟ واش ما تنقولوش الله الوطن الملك؟ نعم، بغيت نسولك واحد السؤال، يعني فين وصلت الوضعيه ديال هاد الناس هادو؟ قلتي لي بان كاين اللي دروك بدا تيبيع حوايجو، كاين يطلق، كاين اللي ولا في الزنقه، عايش في الزنقه بسبب هاد الوضعيه اللي ولا عايشينها دابا. وصلنا للحضيض بهذا المعلوم، بهذا بكل ما في الكلمه من معنى، وصلنا للحضيض، لانه انا تنهضر معك شخصيا، ولدي عنده 7 شهور تنهضر معاه عن بعد، اش عارف هذا الدري عنده 7 شهور عن بعد؟ بينما ناس اخرين ما لقاوش ما ياكلوا. انا الا وريتك عندي تواصل مع واحد الاخ اللي كان خدام هنا في مراكش وبدارو وكل شيء، بقى تيبيع دابا ساكن في منطقه نائيه بعيده على المجال الحضاري ب 60 كيلومتر، وكاريبيت فيه بوطه وطبله ديال البلاستيك، وتينعس في الارض في مانطا هو ومرته وولده في رولاكس ديال الطوموبيل. راه عيب وعار، راه عيب وعار هاد الوزاره باش تقصي هاد الناس وباش تشردنا. راه تشردنا، راه ما لقيناش باش نخلصوا الرهن، راه ولينا تنبيعوا في حوايجنا، راه موالين الديور ما عفوناش. واش انا دابا ساكن عند السيد كاري عنده بعقد، وغادي يجي الورقه ديال الموظف سميتو هو اللي مول المنزل، كيف غادي ندير؟ غادي نتعفى من هذا الموظف وهو الورقه في سميتو كيقول لك انا انا ما في سميتيش، ماشي داري، ماشي داري انا، راهي ساكن،
واش هاد الناس ما تطلعينش على هاد الناس ما تيعرفوش هاد الناس فين عايشين، يجيو يعطيونا حوار، يفتحوا معنا حوار وعرفوا هاد الشغيله اش كتعيش. هذا الاطار يعني واش كان شي حوار في لا في العماله ولا الولايه ولا يعني مندوبيه تاع وزاره الصحه هنا بمدينه مراكش، واش كان شي تجاوب من المجلس الجماعي؟ هاد الناس المسؤولين ما عطاونا حتى جواب. كيف قلت لك سابقا راسلنا جميع الجهات، كنا كنتظروا من هذيك الزياره ديال وزيره السياحه هنا في مراكش تعطينا شي امل نستندوا عليه، كيف ما كنا في 3 شهور الاولى الحجر الصحي مستندين على واحد الحلم تنقولوا مراكش غادي تخرج الوجود من جديد وغادي نخدموا وغادي من وراء 30 يونيو، فاذا به كنتصادفوا انه الفاقم ديال الوضع ديال الوبائي تفاقم وبقينا بلا خدمه ولغايه الان محبوسه. المندوبيات السياحه ما عبرتناش، ما اعترفتش بينا، ما اعترفتش كاع بينا واش كاينه في القطاع السياحي، لان هذوك الناس تسناونا من القطاع السياحي. الحكومه ما عطاتنا حتى مراسله حتى اجابه. الولايه حنا صامدون دابا 3 الاسابيع عادي ما لقينا حتى استجابه، كنضلوا كنجددوا، وكيف جيت كيف سبق وجيتوا صورتوا معنا وشتوا راه ولينا شبه يومي، ولينا ماشي شبه، ولينا يوميا كنفيقوا ما عندناش ما نصيروا على ولادنا. الشخصيه النفسيه والشخصيه ديالك في بيتك ما بقاتش عندك، كيفاش غادي تفيق وغادي تهضر مع داركم ولا تهضر مع مرتك وولادك وانت ما عندك حتى درهم؟ هاد الناس قاصينك وفتي الشوماج اللي هي راه كاع الدول ساندات الناس ديال القطاع السياحي، علاش بالضبط حنا استثنيتونا من القطاع السياحي؟ واخا بغيت نسولك سؤال صريح، يعني كيفاش تشوفوا يعني ما بينش الافاق ديال انه هذا الفيروس واش غادي يتوقف ولا ما يتوقفش، ما بينش الافاق ديال انه السياحه واش ترجع ولا ما ترجعش، يعني كيفاش تشوفوا انتم المستقبل؟ كيفاش تشوفوا الايام القادمه؟ حنا بصراحه بكل صراحه ما بقيناش نشوفوا الايام القديمه، لان هاد الناس ما خلاونا حتى امل وسدوا لينا عينينا، ما خلاوش لنا شي نظره اللي نشوفوا لينا فلو تنشوفوا النظره المستقبليه، لان هاد الناس ما عطوك حتى داعم اللي يخلي عندك واحد الانرجي ويخليك متشبت وكتقول راه غدا غادي يكون احسن، بالعكس وليتي كتفيق وكتقول اليوم كفس وغدا غادي يكون كفس منه، ما بقيناش عندنا ذاك الامال، لان كيف قلت لك ملي جات الوزيره قالت لنا باش نخرجوا من الازمه خصنا نضافروا الجهود، حنا الجهود راه دخلات وتقبتنا الجسد ديالنا وخرجت من اللور بقوه الجوع اللي ما لقيناش ما ناكلو، راه حنا 3 شهور وحنا صابرين، راه مدن اخرى اللي تخدم مع السياحه راه عندها مداخل اخرى وقطاعات اخرى، راه طنجه فيها اسطول ديال الصناعه الالكترونيه، راه صويره فيها البحر، اسفي فيها البحر، حنا راه ما عندناش البحر. حنا راه ولينا بحال هذاك الحوت ديال المناره، شحال هادي ما شاف السياحه كنتسناو شي عتر منا شي خبزه نتهتفوا عليها، راه عيب وعار باش نطلبوا فضولات الحق والقانون. نعم. هاد الناس راه خصهم يعطيونا واحد الرؤيه واضحه ويدعمونا، حنا راه طالبوا بالدعم بحالنا بحال هادوك الناس، كيف دعموهم في شهر 7 الى غايه الدو جانبيه حتى حنا يعطيوه لينا، حتى حنا تنخدموا مع السياحه، راه حنا اللي تنستقبلوا هذيك السياحه اللي اليوم هما تيضربوا بها المثل في العالم، راه حنا اللي تنستقبلوها. راه ماشي هذاك المسؤول هو اللي تيجي تيسر به هذاك السائح، ماشي هو اللي تيجي تيعطيه لاكارت دو ميني، ماشي هو اللي تيستقبلو في لاكوي، ماشي هو اللي تيحرص عليه كحارس امن في هذاك في هذيك المؤسسه وفي هذاك المطعم، لا راه حنا. نعم. هاد الشغيله اللي مقصيه اليوم قدامكم. نعم نشوف يعني معنا احد العاملين هو ربما رئيس ديال التنسيقيه، يعني بنك تقربنا من الصوره يعني شحال تقريبا ديال المراسلات اللي قمتوا بهم، وشنو هما الخطوات اللي درتوها باش انكم توصلوا الصوت ديالكم في ظل هاد يعني الازمه اللي تتعيشوا فيها انتم كعمال وعاملات ديال المطاعم والملاهي اللي هي مصنفه في السياحه؟ كنشكر شوف تي في على هاد الحضور ديالها. اولا عمر غبراني رئيس التنسيقيه تاع عمال وعاملي المطاعم والنوادي الليليه. هاد الشيء بديناه في المرحله الاولى كي سمعنا بالاقصاء ديالنا، دخلونا في الترفيه لقينا راسنا مقصيين، فتحنا الحوار، جمعنا المؤسسات والادارات اللي كاينه في مدينه مراكش، المحلات اللي مصنفين هما باش بدينا معاهم، هما اللي كاينين عندنا الناس، كاين المحل اللي فيه 160، كاين اللي فيه 200، كاين اللي فيه 80، كاين اللي فيه 90. يعني كاين المحل ولا مطعم اللي فيه 200 ولا 160 ديال العامل. كاين المحل اللي فيه 160 حتى 200 حتى العمال، كلهم الناس مديكلاريا بوريقاتها، كاين اللي 16 سنه، كاين اللي 8 سنين، كاين اللي 7 سنين، كاين اللي 9 سنين، عايشين عيشه احسن في ايام السياحه، عايشين بخير، عندنا تنقريو وليداتنا في البريفي، عندنا مدخول مزيان، عايشين مزيان. جات هذه الجائحه قالوا لنا راه كاين بيت توقف هذا الشيء، لكن المشكل راه بغينا ندعموكم، لكن المشكل حنا اللي طلبات هاد الدوله حنا راه معاه فيها. مشينا معاهم، جات المرحله الاولانيه قلت لك كما قلت لك
لقينا راسنا مقصين، استفدنا في المرحله الاولانيه في حاله الطوارئ، اي في حاله الطوارئ وفي الحجر الصحي. نعم. استفدنا في ديك المرحله الاولانيه بديك 2000 درهم. مشينا حنا تنتمناو من الخير، قالوا لنا راه غادي نفتحوا المدن ونفتحوا المطارات ونعاونوا بالسياحه الداخليه. قلنا ما كاين مشكل، فتحوا المطاعم، عطاهم تروزاسي باش يحلوا وحددوا لهم واحد الوقيته، اما النوادي الليليه هذوك راه من وزاره الداخليه علمات بانه النوادي الليليه ما فيها هضره. قلنا علاش خصهم يدعموا هاد الناس اللي بيحبسوا لهم الخدمه، خصهم يدعموهم لحقاش الدخل الوحيد اللي عندهم هو هذاك، فاش تحبس لهم هذاك الدخل ما بقاش عندهم شي امكانيات باش يقدروا يديروا. من هذيك درنا تنسيقيه، عيطنا لجميع الادارات المحلات اللي عرفناهم مصنفين بالبيرسونيل ديالهم بالمسائل ديالهم، دفعنا رئيس الحكومه، صيفطنا الملتمس لرئيس الحكومه، صيفطنا لوزيره السياحه، صيفطنا لوزير التشغيل، صيفطنا لوزير الماليه ولجنه اليقظه، صيفطنا لسعاده الوالي، صيفطنا للباشوات، صيفطنا للقياد، علمناهم بانه راه الناس هاد العمال ديال مدينه مراكش راه تعرفوهم ومحلاتهم معروفين ومصنفين على الصعيد العالمي، راه لقاو راسهم اليوم في الزنقه، عندهم عقود تاع البنوك، الناس عندهم محلاتهم، الناس جداد شرات الطوموبيلات بالكريدي، الناس عندهم الكرا، هذا الشيء كله صبناه ما بين الصباح والليل، لقينا راسنا مدمرين عايشين واحد العيشه لا يرثى لها، بعد ما كنا موفرين الحياه اليوميه لوليداتنا باحسن، واجتهدنا وتنجتهدوا لاخوانتي اجتهدوا، والناس ليسونسي، كاين الناس القاريه واصله لواحد المستوى عالي، كاين الناس اللي تهضر بخمسه لغات سته اللغات، ما بين الصباح والليل لقينا راسنا لحقاش علاش مدينه مراكش مدينة سياحية 100%، كلشي تيعرفها العالم تيعرف بأن كيفاش تشوفوا المستقبل دابا، كيفاش تشوفوا أنتم المستقبل؟ هو المستقبل هذا الساعة تيبان لك حل، ما نكذبوش والله، تندخلوا في ديورنا خصك جيب جيب جيب، وهذا يعني ما تقدروش تدخلوا ديوركم ما باقي تنقدوا ندخلوا في ديورنا دابا في هذه المرحلة، راه دابا من نشرات من علموا بأن هاد الناس راه دخلناهم في القطاع الترفيهي، درنا ديك المبادرة من ديك الوقيتة وحنا تنجريو تنخرجوا من 9 الصباح ما تندخلوا لديورنا حتى للسبعة العشية، الوليدات تنقصروا لهم، حبسنا عليهم قلنا لهم شوفي أنا شخصيا قلت لمرتي شوفي هاد الوقيتة هاد المرحلة ما تجبديش معايا في شي حاجة، شوفوا هي ما ناكلوا، ما ديك الطبرة وداك الشيء ما كاين بقى منه والو. يعني اش تطلبوا دروك أنتم، شنو المطالب ديالكم الأساسية، شنو المطلب الأساسي الأولي؟ حنا كنطلبوا كيدعموا هما القطاع الفندقه وقطاع التوريس فواياج وقطاع ديال لوكيد، حتى حنا دخلونا مع هاد الناس، بقى دعمتوا هاد الناس ما بقى لكم واحد الشريحه قليله، حتى حنا دخلونا في هذاك القطاع لحقاش حنا تنخدموا 90% مع السياحه، والداخليه عرفت هاد الشيء، راه عرفت المحلات المصنفه اللي تيخدموا لواحد 90% مع التوريس، راه الداخليه تعرفهم. نعم. اذن راه هي عندها الحق في تصنف الناس وتعرف الناس اللي تيخدموا مع لي توريس، وتنتمناو من هذا النهار نزلت الملك الله ينصرو باش يشوف من حق هاد العميله، راه ما كان راه وصلت فينا الحديد، وقسم بالله لا وصلت فينا، دابا راه ثلاثه الاسابيع وحنا قدام الولايه دون تجاوب، يعني ما كاينش اجتماع، يعني انت تنتظر اجتماع مع المسؤولين مع الوالي لحد الان كلهم هذوك الناس عطاونا، ولكن بدون شي حاجه تيجيو تيقلقونا يشوفوا اش تحت راسنا، تنعطيهم الدواسه كما تيطلبوا لنا تيطلبوا لنا العمال، شحال العمال وصلوا عندكم، قلنا لها العمال هضرنا معاهم المحلات، راه المحلات قال لك راه شحال تقريبا من العام يضروك تقريبا، راه تقريبا حنا هو راه غادي نقول لك هذا راه قطاع والدولة هي اللي عندها الحق في تصنف، هي الناس اللي تيخدموا في دروك حنا اللي وصلنا فين دابا شحال وصلتوا راه دابا عندنا حنا تقريبا غادي شي 3000 هنايا 3000 عندنا حنايا، هذا الشيء راه لا قلنا حنا راه واحد النسبة في مدينة مراكش، ما مراكش راه عرفتي راه كله مطاعم ونوادي الليلية، لحقاش الناس تدخل باش تترفى، تجي لمراكش علاش تجي لمراكش؟ تجي الناس لمراكش باش ترفى، دوز الكونزي ديالها، دوز الفاكونس ديالها باحسن وقيته، حنا تنوفروا لهم هذيك الراحه، تيجيو تلقاو المحلات، لحقاش عندنا الناس تيجيو عندنا لعابه كره القدم يعني عالميا، ايه عالميا نجوم، عندنا صور ديالهم، تيجيو عندنا الناس السياسيين، نعم تيجيو عندنا الناس برانس ديال الدول الاخرين، اذن هاد الناس راه خدامه مع واحد الناس اللي في المستوى، نعم ما كانش شي حاجه اللي عاديه، ونتمنوا من الله الخير لجماعه هذا الشيء، وشكرا شكرا لك على التوضيحات، لان 3000 عامل اللي يعني اللي التنسيقيه اللي قدرت تجمعها، على العموم معنا واحد حتى هو من في الاطار يعني من المستخدمين حتى هو، لا يقربنا شويه من الوضعيه، بينك دوينا على الوضعيه اذا كان ممكن، ولكن باختصار لانه كاين برامج اخرين تنتظروا، يعني الوضعيه ديال العامل الان
في هذه اللحظه كاين كريديات ديال البنكات، كاين يعني كاين كرا، كاين رهان، كاين مصاريف ديال الوليدات، كاين دخول مدرسي، كاين يعني مجملا كيف تشوفوا الوضع؟ شكرا شوف تي في على المواكبه ديالهم للمشكل ديالنا من البدايه حتى النهايه، ونتمنى انها تكون نهايه قريبه حيت مازال ما وصلناش ليها باش نلقاو الحل. الحل هو النهايه كما تنقول. المواكبه ديالكم تنشكركم عليها بزاف وبزاف، باش ديال العامل ديال المطاعم الليليه والنوادي المصنفه كما قال الاخ قبل. تخيل معايا انك تكون بدون انك نقولوا نهضروا على اطار ولا عامل عادي، واحد الانسان اللي كان مولف انه تكون عنده واحد لو بيدجي ديالو انه تي 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 تيقدر يعيش به. تخيل معايا انه ان سامبل سيرفور كما تنقولوا ولا واحد نادي العادي انه تيكون تيربح واحد 4000 درهم اولا 5000 درهم هذه كشهريه ديالو، تياخذها من غير داكشي اللي كيخرج معاه في النهار، لحقاش كنعرفوا السياحه الخدمه بالليل كيفاش دايره. بين عشيه وضحاها تلقى راسو الطقسه. وعلاش الطقسه؟ لان يجي شي حد داير يفسر لهم ما استفدوا في الشهر ديال شهر 3 و4 و5 و6 بحالهم بحال يا ايها الناس. المرحله الثانيه تقصوا منها، كيفاش غادي تدخل واحد بنادم بانه تدخل ليه في دماغه بانه راه تقصى بين عشيه وضحاها ويلا غير البارح ولا البارح كان بحاله بحال دوك الناس في الدعم. كيفاش من بعد فاش كنا كما درنا حنا جات الفكره باش نديروا واحد التنسيقيه باش ننسقوا بين العمال وأو ميم طون نسقوا حتى بين الأرباب ديال العمل وبين السلطات باش ما تكونش ديك الفوضى. عرفنا بأن كاينة الجائحة، ما يمكنش أن بنادم غادي يخرج بزاف يمشي قدام الولاية، هذه بزاف الحوايج. جات الفكرة أن نديروا التنسيقية فعلا بالجهود ديال الإخوان المشكورين، خرجت للوجود. بدينا بأول حاجة أننا مشينا قانونيين ومشينا في إطار حضاري بزاف كما نقدر نقول، أن بدينا بملتمسات. اول ملتمس حطيناه للسيد الباشا ديال المقاطعه ديال كيليز، الولايه، الوزيره السياحه، الوزير الماليه ولجنه اليقظه، وزير الشغل والادماج، حتى الديوان الملكي. يعني واش كان شي تجاوب ولا والو؟ الغريب في الامر انه ما كانش تجاوب. التجاوب الوحيد اللي كان اللي نقدر نقول انه كان في الاول فاش حطينا اول ملتمس في الولايه، خلينا واحد شويه ديال الوقت، ومن بعد مشيت انا والاخ عمر اللي هو الرئيس ديال التنسيقيه، مشينا للولايه باش نشوفوا اشنو هو الجديد ديال داك الموضوع. فعلا استقبلنا السيد، جلسنا معاهم، شرحنا لهم الملتمس ديالنا اشنو هو. تيقول اي واحد كتمشي عنده تيقول لك اشنا هي المطالب ديالكم؟ حنا ما عندناش مطالب، حنا عندنا مطلب واحد واوحد، هو التعويض. بحالنا بحال يا ايها الناس كيما دوك القطاعات اخرى كلها مدعمه 2000 درهم، علاش ما تدعموش هاد الناس هادو؟ مع العلم ان راه هاد الناس هادو المستوى فاش كانوا عايشين 2000 درهم بالنسبه لهم راه ماشي شي حاجه. نعم. غير اما هو تيبقى فيك علاش انك غادي تقصى من داك الدعم بحالك بحال جميع القطاعات؟ يعني دعمتوا هذوك القطاع، دعموا هاد الناس حتى هما. الناس كانوا مولفين كما قلت واحد لو نيفو دفي اللي طالع، ولا دابا تيطلب لك غير 2000 درهم، راه ديجا هادي راه الناس بغاو هاد المطلب وصافي. يحققوا هاد المطلب، يجمعوا جميع القطاعات بحال. اشنو هو الفرق بين واحد كاين في مطعم اللي هو كيستقبل هذوك الزبائن اللي اغلبيتهم من السياح الاجانب، واشنو هو الفرق بينه وبين واحد في عندهم اوتيل، مطعم ديال فندق ولا مطعم انديبوندون؟ اشنو هو الفرق بيناتهم؟ هنا كينزل عندك، يعني انتم في القطاع السياحي، حنا في نفس القطاع. نعم القطاع. نعم. على العموم كما تابعتم معنا متتبعينا من خلال هذا المباشر، حنا حاولنا ان نقربكم يعني من الوضعيه ديال العمال والعاملات ديال المطاعم والملاهي الليليه المصنفه يعني اللي تشتغل في القطاع السياحي. كما تيقول يعني الاسم، اسمح لي، يعني السي عمر اللي هو رئيس التنسيقيه تيقول على ما يزيد 3000 ديال عامل وعامله اللي خدامين في هذا القطاع اللي ما استفدوش من 4 شهور ديال الدعم من الصندوق، في حين انه الناس اخرين اللي مشتغلين في القطاع ديال السياحه قدروا انهم يستافدوا، ومؤخرا يعني العمال الاخرين اللي كانوا مشتغلين في القطاع الخاص اللي كنا تطرقنا لهم خلال هذا المباشر. اليوم هاد الناس ولا معرضين للتشرد ولا معرضين للضياع، كان اللي تبيع حوايجو، كان اللي تابعوا كريدي، كان اللي المستلزمات ديال الوليدات ديال الدخول المدرسي، يعني مجموعه ديال الامور، مع انهم كانوا قاموا بواحد مجموعه ديال المراسلات ودون تجاوب. الان المطلب ديالهم وحيد وهو تحقيق
اللي بيحققوه هو انه مستفد من الدعم. على العموم شكرا لكم من خلال هذا المباشر، نتمنى لكم ليله سعيده، وتحياتي لكم من خلال هذا المباشر من مدينه مراكش.